أهلا بكم من جديد. نكمل الآن الحرة الليلة من تطورات علم الفضاء. استعملوا شركة أمريكية على قذف قمر اصطناعي إلى الفضاء عبر مقلاع بدلا من استخدام صاروخ تقليدي، وذلك بسرعة تصل إلى 8000 كيلومتر في الساعة. وتطمح هذه الشركة من خلال هذه الخطوة إلى البحث عن بديل أقل كلفة من الصواريخ التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقود. فماذا تعني تقنية قذف الأقمار إلى الفضاء؟ وهل سينتهي قريبا عصر إرسال الأقمار الصناعية على الفضاء عن طريق الصواريخ؟ إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء باستخدام الصواريخ قد يصبح شيئا من الماضي بعد الكشف عن تقنية أمريكية جديدة تتمثل في قذف الأقمار مباشرة من الأرض إلى الفضاء. شركة سبين لونش الأمريكية كشفت عن أحدث اختراعاتها، مقلاع عملاق يطلق أقمارا صناعية وحمولات أخرى إلى الفضاء بسرعة تصل إلى 8000 كيلومتر في الساعة. الشركة التي وقعت عقدة التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قبل بضعة أشهر اختبرت مقلاعها قبل بضعة أيام عبر إطلاق حمولات من ناسا وإيرباص حتى ارتفاع 7600 متر. يحتوي المقلاع مشاهدين على ذراع معدنية يبلغ طولها حوالي 33 متر يتم ربط الحمولة بها، غير أن حجم المقلاع هذا الذي يتم اختباره لا يتجاوز حوالي ثلث حجم المقلاع النهائي الذي تريد الشركة صنعه. إذ من المقرر الآن أن تكون النسخة النهائية قادرة كما هو واضح على أن تسرع الأجسام إلى حوالي 8000 كيلومتر في الساعة لإطلاقها في الفضاء، أي حوالي 8 مرات أسرع من سرعة الصوت. وتطمح الشركة أيضا أن تدخل هذه التقنية الجديدة الخدمة الفضائية في عام 2026 عبر إطلاق أقمار اصطناعية لا يتخطى وزنها 200 كيلوغرام في مدار أرضي منخفض. وتقول الشركة الناشئة إن اختراعها الجديد هو في غاية الأهمية بالنسبة لناسا والشركات العملاقة التي تبحث بشكل مستمر عن بديل أقل كلفة من الصواريخ التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقود. للمزيد عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من ولاية فيرجينيا الأمريكية الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء. أهلا بك معنا الدكتور وشكرا على تلبية الدعوة. بالتأكيد أنت الآن من أهل الاختصاص بكل ما للكلمة من معنى، نفهم منك أكثر ماذا تعني هذه التقنية التي نتحدث عنها وما هي أهميتها دكتور؟ في الحقيقة هناك خطورة كبيرة جدا في انطلاق كل صواريخ ناسا ساترن 5 من بدايتها، ولأنها في الحقيقة تعتبر حاجات قريبة جدا من أنها تكون قنابل. أما التكنولوجيا الجديدة دي فهي تعتبر يعني حاجة كأنك بنا زي النبلة بتشد وتنطلق بسرعة بعيدة عن الأرض. إذا ما استطعنا أن نستخدم هذه التكنولوجيا لإرساء أقمار صناعية في الفضاء فده يسهلها كثيرا، وأنا أعتقد أنه إذا تم ذلك فهناك دول كثيرة جدا سوف ترسل أقمار صناعية في الفضاء لمشاهدة مثلا الإنتاج الغذاء فيها وما إليه. ففي حقيقة الأمر هي دي تكنولوجيا ربما لو نجحت سوف تكون مفيدة جدا لكل العالم. ولكن دكتور يعني احتمالية وقوع الخطأ واردة جدا بمثل هذه التقنية، أليس كذلك؟ وما طبيعة الخطأ الذي نريد أن نتحدث عنه هنا؟ هل من الممكن أن يتم الاصطدام ربما بأقمار أخرى أو بأجسام؟ لا لا لا, لا, لا هو يعني الخطأ توضح لنا هذه النقطة. يعني الخطأ هيبقى في الاتجاه ولكن لن تخبط في أقمار صناعية أخرى لأنها عندما تصل إلى العلو الكبير سوف تدور في مدار حول الأرض. وهناك أشياء كثيرة جدا تصطدم حاليا في الفضاء، يعني الأقمار الصناعية في الفضاء بعضها بيصطدم ببعض حاليا وبتتناثر منه أجزاء كثيرة، ولذلك فهناك يعني فتات من الأقمار الصناعية كثيرة جدا بتلوب حوالين الأرض. أكثر من 50,000 قطعة من الأقمار الصناعية موجودة بتلف حوالين الأرض، فده مش خطر كبير. لذلك فهي تكنولوجيا يعني ممتازة جدا وممكن جدا أنها تغير كل حاجة، بس لم تثبت بعد.
بالحقيقة لم تثبت كليا وتماما بعد. طيب أعذرني الدكتور فاروق، يعني ما المشكلة من بقاء هذه الصواريخ التي تقوم هي بإطلاق هذه الأقمار؟ هل من الضروري أن تكون هناك تقنية جديدة كهذه المقالة التي نتحدث عنها في هذه المرحلة دكتور؟ لحظة انطلاق الصاروخ لحظة يعني مفهمة ومبهمة، يعني في أحيان كثيرة جدا يبوظ الصاروخ، وحصل عندنا عليه في السبيس شاتل ومات 7 من رواد الأمريكان في أثناء لحظة الانطلاق. معناها ذلك أنه احتمال خطأ كبير يحصل أثناء انطلاق الصاروخ بالطريقة اللي احنا بنبعث فيها وارد، وسوف يكون على الدوام، لأن احنا بنستخدم الوقود ده ممكن جدا يحصل فيه أي خطأ. إنما لو كان بالانطلاق الصاروخ بدون وقود فده يبقى حاجة يعني جديدة جدا، ولكنها تبقى ممتازة الحقيقة. واضح بأنه الشركة المصنعة سبين ريلانش تطمح أن تدخل هذه الخدمة فعليا بال 2026، هل هذا وارد برأيك؟ أنا في نظري طبعا هم يقولوا كذا، أنا في نظري مستحيل، ولكن ولكن مهما كان نشجعهم، ويا ريت أنها تبدأ في 26، لأن أنا في نظري إذا تم ذلك فهناك بلاد زي مصر والدول في أفريقيا وكثيرة جدا سوف تشتري واحدة من دول عشان تطلق أقمار صناعية هم، لأنها تبقى رخيصة مقارنة بما يحصل اليوم. مهمة أيضا هذه النقطة بالنسبة للتكلفة، إذا ما أردنا أن نقارن تكلفة الصواريخ التي تقوم بإطلاق هذه الأقمار وما بين هذه المقالع، هل هناك فرق تمام. كبير ربما من ناحية التكلفة تمام. المادية؟ في الغالب بعد ما يثبتوها وبعد ما يحاولوا عدة مرات، في الغالب أنها تقل كثيرا، لأن الغاز اللي بيستخدم في إطلاق الصواريخ حاليا يعني الحفاظ عليه والحفاظ على درجة حرارته والحفاظ على الضغط بتاعه كلها مكلف جدا. أما إذا كانت في دي هتبقى كلها حاجات ميكانيكية فربما تقل ثمن الانطلاق كثيرا جدا. ما أهمية هذه الشراكات دكتور فاروق التي تعقدها وكالة ناسا مع الشركات الأمريكية الناشئة كشركة سبين ريلانش، وأيضا كان لديها تعاون مع سبيس إكس التي أطلقت بدورها ستارلينك؟ مهمة جدا الشراكة دي في الحقيقة الأمر، وكان ده من بداية ناسا على في البداية خالص، لأنه كان ناسا ملهاش أي دخل في الحاجات العسكرية ولا حاجات تماما الغير المفهومة، وكان علينا نحن كل حاجة كل الناس اللي بتشتغل مع ناسا كان المفروض انهم يعملوا ملخص لكل ما تم من ابحاث وفي صفحة واحدة ويبعتوه لمكتب محدد في إدارة ناسا في واشنطن، يقولوا له احنا عملنا كذا ونتيجة كذا، احنا عملنا صرفنا الفلوس دي في كذا وكذا والنتج كذا كذا. معناها انه يا ناس يا حكومة يا شركات في امريكا ممكن تستخدموا نتائج هذه الابحاث اللي صرفت عليها ناسا ببلاش، بتنشر بدون تكلفة، بتنشر أسبوعيا. معنى ذلك أن الحكومة الأمريكية يعني عايزة ترفع من مستوى التكنولوجيا في البلد بحالها، فالعلاقة ما بين الحكومة والشركات دي على الدوام مفتوحة، والحكومة بتساعد أو يعني بتدعم الشركات أنها كلها تدخل في العملية دي، فده في نظري حاجة كويسة جدا، لأن معناها أن ناسا بتستخدم كل العلماء اللي موجودين في الجامعات والمراكز البحثية، ولذا وايضا بتخلي نتائج الابحاث بتاعتها تروح للقطاع الخاص. واللافت هنا بانه عندما نتحدث عن تطوير هذه الطريقه التي يتم بها نقل الاقمار الى الفضاء، من المفترض ايضا ان تطور هذه الاقمار الصناعيه بدورها. طبعا، وشكلها وعدمها وما تحمله وما اليه، ابسولوت تمام. يعني كلماتك ممتازة جدا، لأنه طريقة الانطلاق بتحدد تقدر تعمل إيه. معنى ذلك أن احنا لو غيرنا دي ممكن جدا أن المعدة نفسها تتغير. بالتأكيد أنا أشكرك جزيل الشكر من ولاية فيرجينيا الأمريكية الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء، شكرا جزيلا لك.